مساء الخير على حضراتكم. النهارده تغطيه خاصه في حلقه جديده واسبوع جديد من برنامج السادسه، طبعا تغطيه خاصه على مدار اليوم لماتش الاهلي وطنطا. طبعا الماتش النهارده باذن الله الساعه 8 على استاد الاهلي والسلام. بندخل المباراه دي واحنا متصدرين الدوري وخلاص حاسمينه ب 76 نقطه، وكمان طنطا متزايل الترتيب ب 20 نقطه. يمكن المباراه تكون سهله نظريا، ولكن احنا اتعلمنا ان مفيش حاجه اسمها سهله في كره القدم وكل حاجه وارده، لكن طبعا فرصه كويسه جدا هي الماتش ده والماتشات اللي جايه كلها زي ما قلنا قبل كده انه يكون تجربه بقى للجهاز الفني. عايزين يعملوا تشكيل معين، يجربوا وجوه جديده، يجربوا كل حاجه قبل مباراه الوداد علشان نثبت على التشكيله المثاليه اللي ممكن يتلعب بيها مباراه صعبه زي مباراه الوداد. الحقيقه يمكن المباراه اللي فاتت مباراه مصر كان فيها مكاسب كتير قوي، ابرزها كان عوده حسين الشحات اللي كان يعني بيموت نفسه فعلا على كل كره في الملعب، وكان فعلا الجمهور اشاد بيه قوي، كل الناس اشادت بيه وبأدائه، وكمان طبعا عودة كهربا. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة، مساء الخير على كل أهلوية اللي بيتابعونا. الحقيقة يمكن أكتر من التشكيلة المثالية أنا شايف أنه إحنا في مرحلة تجهيز، يعني بتهيألي أنه الشغل أو التركيز الكبير جدا هيبقى على أنك أنت تجهزي أكبر قدر من اللعيبة اللي موجودة في القائمة واللي هتبقى موجودة في المغرب إن شاء الله، عشان تقدري تختاري الاوراق المناسبه سواء اللي تواجهي بيها او تبني عليها خطتك في المغرب، لانه بالتاكيد الجهاز هيلعب بخطه في المغرب غير الخطه اللي هنلعب بيها هنا. طبعا انا مش ما دخلتش جوه راس الجهاز الفني، لكن انا عارف انه ظروف المباراه ومباراه الذهاب الاول في المغرب مع فريق تقيل زي الوداد بالتاكيد هتفرض معطيات مختلفه عن ان احنا نقابل الوداد على ملعبنا. فبيتهيألي انه التركيز دلوقتي انك تجهزي اوراق على قد ما تقدري، تخلي عندك اريحيه في اختيار طريقه اللعب والتشكيل اللي تلعبي بيه في الماتش، وان احنا فعلا ندفع بلاعيبي الدكه والصاعدين كمان يا احمد الناشئين عندك علشان ناس راجعه من غيابات طويله محتاجه تجهزيها، وكلها اسماء تقيله منهم حسين الشحات زي ما انت قلتي، كهربا خد ماتش واثنين وثلاثه وواضح انه كل ماتش بيقرب بيبقى افضل من اللي قبل منه، مروان بياخد بادجي اعتقد خلاص دخل في التشكيله. جونيور اجايه ايه رايك؟ أجايه طبعا هدف عالمي، يعني طبعا هدف فكرنا بأجايه بتاع زمان، يعني يعني أجايه ما فيش شك لعيب تقيل جدا وساهم وليه بصمات واضحه في مشواره مع النادي الاهلي، وكان من اللعيبه اللي بنقول عليها عمود خيمه، يعني تحط لعيب وتحط وراه التشكيل، لكن برضو خلينا متفقين انه أجايه ابتعد عن مستواه. نتمنى انه الماتش الاخراني او الهدف اللي جابه يرجع لنا أجايه بقى فورمه زي ما كنا متعودين عليه ويكون مشارك في الفترة الجاية. قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة وقبل ما نتابع استعدادات الأهلي لماتش النهاردة، طنطا طبعا في فوارق كتيرة جدا مع كامل التقدير والاحترام، فوارق في التاريخ وفوارق كمان في الجدول، هنتكلم عن متصدر البطولة أو بطل الدوري مع آخر فريق في البطولة، فبالتالي صار ماتش سهل نسبيا. أنا عايز بس قبل ما أدخل في الماتش أو في المباراة والتشكيل وإلى آخره، الناس بتتكلم كتير جدا النهارده، كنا بنقول دايما الناس واحنا بنلعب ماتشات الدوري الناس عينيها على بطوله افريقيا صار طبعا. لا انا بيتهيألي في قطاعات عريضه جدا من جمهور النادي الاهلي كمان عينيها دلوقتي على الموسم اللي جاي، وبتتكلم على الانتقالات وبتتكلم على الصفقات بالظبط كده. وانا لو سالتك يا ساره انت تحبي مين من اللعيبه يلبسوا تيشرت النادي الاهلي؟ يعني اسرحي بخيالك او احلامي زي ما انت عايزه. في الدوري المصري؟ يلعبوا معانا في النادي الاهلي. في الدوري المصري؟ اكيد اسماء كتيره جدا طبعا. يعني لو قلنا احمد سمير فعلا بيقولوا لك احمد سمير لو قلنا ما فيش واحد بيشجع النادي الاهلي ما نفسوش اكبر لعيبه في العالم تيجي تلعب في النادي الاهلي. طبعا. يعني لو قلت لك ان في فرصه ان احنا نجيب لعيب زي سواريز مثلا وهو طالع من 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 برشلونه عندنا، ليه لا؟ خلاص اتلتيكو مدريد خدوا مننا يا يعني لو قلنا ليو ميسي، لو قلنا كريستيانو، طبيعي جدا كل جمهور عايز احسن واقوى. من عشان كده بسالك في الدوري المصري ولا لا. بس لو جبت لك بقى من الكره العالميه انا اقول انا اجيب لك ميسي ورونالدو في لكن نفس الفريق. لكن مش هكذا مش ده الاسلوب اللي بتدار بيه الصفقات. صح. واحنا قلنا قبل كده انه الكلام ده لجمهور نادي الاهلي. الحقيقه انا مش جاي اتكلم في الصفقات عشان الناس ما تفتكرش ان انا هقول لكم اسماء، في اسماء كتيره جدا مطروحه، ولو دخلنا على السوشيال ميديا هنلاقي افتكاسات وهنلاقي اخبار وهنلاقي اشاعات وهنلاقي ناس بتتكلم على طبعا طاهر صفقه محسومه، احمد عبد القادر نفس الحكايه، في كلام على بنون المغربي، في كلام على محمد ابراهيم وغيرها وغيرها من الاسماء. لكن انا عايز الجمهور دايما وهو بيبص للصفقات من وجهه نظره يفهم كمان ازاي النادي بيدير ملف الصفقات، لانه مع الاهلي تحديدا النادي الاهلي كنادي اهلي صفقاته يطلق عليها حرب الصفقات. ليه؟ مفيش نادي تقريبا بينافس النادي الاهلي مش حاطط عينه على صفقات النادي، او مش
داخل في حرب تكسير عظام مع النادي الاهلي. بمعنى ايه الكلام ده؟ اقول لحضراتكم، يعني مش كل اسم مرشح او في خبر بيقول انه هذا الاسم في مرحله تفاوض مع النادي الاهلي او انه الاسم ده مرشح انضمام النادي الاهلي يبقى بالضروره على الاقل صفقه محتمله. ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ لانه كل اسم النادي الاهلي بيحط عينه عليه بتدخل انديه منافسه كتير جدا بهدف ضم نفس الصفقه دي، مش بس رغبه منها في انها تدعم صفوفها، لكن رغبه منها في انها تخطف صفقه من النادي الاهلي، او حتى لو ما عندهاش النيه انها تخطف صفقه من النادي الاهلي فعلى اقل تقدير توجع النادي الاهلي. يعني اذا كان النادي الاهلي بيخلص ب 10 فاحنا نرفع السعر ل 20، ممكن ما نبقاش محتاجين اللاعب لكن ممكن نبوظ الصفقه على النادي الاهلي، او الاهلي يعمل الصفقه بس بدل ما كان هيدفع فيها 10 يدفع فيها 20. وانا قلت لحضراتكم قبل كده انه الصفقات دايما مش بالاسماء يا ساره. يعني لما اتكلمنا في دوري الابطال مثلا وشفنا فرقه زي باريس سان جيرمان، من حيث الاسماء ومن حيث الصفقات ومن حيث الارقام اللي مدفوعه على الترابيزه احنا بنتكلم تقريبا في مليارات، ورغم كده فريق البايرن اللي ما اعتقدش فيه صفقه فيه تتجاوز حجم ال 100 مليون هو اللي قدر يفوز يورو بالشامبيونز، قدر يفوز. فهي قصه مش قصه اسماء، القصه قصه احتياجات وقصه ثقافه لعيب وقصه فلسفه بنى فريق. انت لما تيجي تحرك في صفقاتك انت عايز تبني فريق تنافس فيه على بطوله، وبالتالي مهم جدا تعرف انت احتياجاتك ايه. ووارد جدا كمان انا لو حطيت نفسي مكان القائمين على ملف اداره المفاوضات ان انا احط اشاعات هنا او اقول انه الاهلي بيفاوض هنا كنوع من انواع تشتيت الانتباه. وارد جدا ان انا اسرب اخبار مقصوده انه الاهلي بيفاوض فلان الفلاني عشان اصرف نظر عن صفقه حقيقيه انا بشتغل عليها الناحيه الثانيه. لكن الاهم والمؤكد انه الاهلي ما بيتكلمش على صفقه. وخدوا بال حضراتكم كمان نقطه مهمه جدا، توقيت الاعلان عن الصفقه. يعني انا واثق انه في دولاب او في خزنة نادي الاهلي في صفقات خلصانه ومنتهيه، ولكن توقيت الاعلان عن الصفقه مهم جدا لانه ده ممكن ياثر على مصلحه الفريق او ممكن ياثر على صفقه تانية بيفكر نادي الاهلي انه يتحرك فيها بالبيع مثلا. فبالتالي مهم جدا ان احنا نعرف توقيت صفقات. ممكن الناس تحس بحاله غضب انه الناس كلها بتدعم او في صفقه واثنين وثلاثه راحت من النادي الاهلي، لكن في النهايه ساره لازم الناس تعرف انه الاهلي بيتحرك في استراتيجيه معينه. طبعا احنا شايفين فرقه النادي الاهلي اعتقد بيتحركوا من الفندق دلوقتي رايحين على ملعب الاهلي والسلام، هيركبوا الاتوبيس حالا عشان يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. انا متفقه معاك جدا طبعا يا احمد، وكمان عايزه نتكلم في حاجه يا احمد بالنسبه لموضوع المدير الفني والفتره اللي جايه وشكل الفريق هيبقى ازاي تحت قياده جهاز فني مثلا جديد او كده. كل ده اللي يهمنا فيه ان احنا عايزين نطمن حضراتكم ان احنا مش عايزين جمهور الاهلي يقلق تماما، وعايزين كامل الثقه في مجلس اداره النادي الاهلي لانه والمشرفين على الكره طبعا، لانه الناس دي اكيد عارفه مصلحه النادي الاهلي جدا وعارفين ازاي الفتره اللي جايه المفروض الفريق يبقى عامل ازاي، عارفين ان احنا داخلين على مرحله صعبه جدا وان احنا داخلين على افريقيا. فكل الثقه لمجلس الاداره يا احمد، لانه اكيد اي حد هيتم اختياره لقياده الفريق اكيد هتبقى الثقه دي في محلها، اكيد هيبقى الناس دي متربيه برضو في النادي الاهلي وعارفه مكانه النادي الاهلي، واحنا مستوعبين ان الجمهور ممكن يبقى قلقان لانه مفهوم قد ايه الجمهور الاهلي بيبقى عايز دايما المكسب، ولكن فعلا بلاش يبقى في كلام كتير ممكن يضلل حضراتكم او يخليكم خايفين على الفريق الفتره اللي جايه، لانه فعلا مجلس الاداره ما بينامش وعامل شغله جدا انه الفتره الجايه تبقى بيرفكت. يعني معاكي معاكي 100%، بس انا مش مع انه الناس ما تخافش، خلي الناس تخاف طبيعي جدا. انت لما بتحكي انا قصدي بس ما ياثرش عليهم شوشره ناس ثانيه داخله ايه؟ الاهم ان الخوف ده تتصيد اي الاهم ان الخوف ده ما يتحولش لعنصر ضغط بالظبط على الفريق وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى اداره النادي الاهلي، لانه الضغط في وقت من الاوقات ممكن يجيب لا قدر الله نتيجه. وما نسمعش الاصوات الثانيه برضو يا احمد، ده اللي انا بقوله، انه في ناس ثانيه ما بتصدق يبقى في مشاكل وتبدا بقى تكتب كلام مغلوط والاخبار دي تتداول، فبالتالي الجمهور بيقلق بزياده. طيب هنا نتكلم على المصدر، وبما انك ذكرت النقطه دي في منتهى الاهميه ساره، اوقات كتير جدا انا هدي مثال او اتنين مثلا عشان اقول لحضراتكم الكلام ده. وقعت كابتن حسام عاشور كابتن تاريخي ومحدش يقدر ينكر تاريخ طويل جدا مع النادي الاهلي وارقام قياسيه وعدد مهول من المشاركات في المباريات وعدد كبير جدا من البطولات، بس وقت ما حصل فكره خروج الكابتن حسام عاشور من حسابات الجهاز الفني للنادي الاهلي او من وجهه نظر القائمين على ملف الكوره حصل كلام كتير ولغط كتير جدا في الموضوع ده. اعلاميين بعينهم هاجموا النادي الاهلي في ملف حسام عاشور
ونفس الإعلاميين رجعوا مرة تانية واعتذروا وقالوا إحنا بنعتذر للنادي الأهلي لأن ما كانش عندنا الصورة كاملة. ملف رمضان صبحي واحد من الملفات اللي كان يعني في كلام وحالة جدل كتير جدا وكان بيحظى باهتمام جماهير النادي الأهلي وإعلاميين للأسف الشديد جدا كبار يعني ليهم اسم وليهم تأثير طلعوا اتكلموا في ملف رمضان وقالوا نصا، في ناس قالت نصا إحنا شفنا عقد كابتن رمضان صبحي مع بيراميدز وانه العقد والرقم المحطوط فيه يتخطى بكتير جدا الارقام اللي كان عارضها النادي الاهلي. نفس الاعلامي ده تحديدا اللي قال نصا الكلام ده رجع وقال على عهدته الشخصيه انه بعد ما اطلع على العقد لقى ان الرقم تقريبا مقارب جدا او قريب جدا للرقم اللي عرضه النادي الاهلي. فهنا مهم جدا حضراتكم انكم ما تاخدوش الكلام أو يعني ما تدوش مصداقية لأي مصدر على إطلاق، خصوصا لما يكون الأمر يتعلق بنادي الأهلي، يعني أي حاجة تانية تتعلق بالوسط الرياضي ككل اسمع منه أو ما تسمعش دي حاجة ترجع لك، لكن حينما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي لابد تماما إن احنا نعرف إنه في مصادر ليها مصداقية وأولها وعلى رأسها طبعا قناة النادي الأهلي اللي لما بتطلع خبر بتبقى متأكدة منه طبعا بنسبة 100%. نروح لفاصل ونرجع نبتدي مع حضراتكم حلقتنا ونتكلم في أهم أخبارنا النهاردة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. حقيقه يمكن شفنا اتوبيس الفريق بيتحرك دلوقتي في طريقه لملعب الاهلي والسلام، وان شاء الله الفريق يوصل بالسلامه ويقدم لنا وجبه كرويه ممتعه. اسمحوا لي بس عشان المقدمه اللي كنا بنتكلم فيها ساره ممكن يحصل لابس في واحد من الامثله اللي انا كنت بتكلم فيها على فكره تضارب المعلومه، ان يبقى في مصدر واحد حضرتك بتاخد منه كمشاهد او متابع اكتر من معلومه في ملف واحد، وديت مثال على ده مثلا بملف رمضان صبحي عشان اوضح بس لحضراتكم القصه، يهمني برضو الموضوع ما لا يساء فهمه. انا لما اتكلمت على انه نفس المصدر ده قال في الاول على لسانه وعلى عهدته بتاكيدات يعني لا تقبل ولا تدع مجال الشك انه الصفقه دي ارقامها كبيره جدا وتخطت بكتير جدا اللي كان معروض من النادي الاهلي، وانه نفس المصدر ده رجع واكد برضو بما لا يدع مجالا للشك كل حاجه وعكسها الحقيقه انه الرقم اللي مكتوب في العقد مقارب جدا للنادي الاهلي. انا كنت بدي بس مثال على فكره ازاي مصدر واحد يطلع الخبر وعكسه في نفس الوقت، ازاي ياكد حاجه وينفيها في نفس الوقت على سبيل المثال، لكن ده ملوش علاقه باللي حصل على ارض الواقع. ما دفع فيه كابتن رمضان صبحي انتقاله لبيراميدز يكاد يكون، ودي معلومه شخصيه يعني انا اتحمل مسؤوليتها، يكاد يكون تقريبا ضعف اللي كان معروض من اداره النادي الاهلي لاستخدام رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون. بس عشان انا كنت بدي المثل ما حبيتش انه يبقى فيه لبس، انا بس باكد انه ده كان على سبيل التوضيح مش اكتر ولا اقل. وفي النهايه برضو في اطار برضو كلامي عن الصفقات، خدوا بال حضراتكم انه اي حد قائم على ملف مفاوضات او تعاقدات او صفقات وانتقالات لابد ان الموضوع يحاط بسريه تامه عشان الصفقه توصل لبر الامان، وبعد ما توصل يتم اختيار التوقيت المناسب للاعلان عنها. نرجع بقى لحلقتنا النهارده. نرجع لحلقتنا يا احمد، واكيد مفهوم توضيحك. يمكن كان بقى لنا فتره يا احمد بنشيد بقد ايه اي لاعب او لعيبه النادي الاهلي لما كانوا بيحتفلوا على طريقه مؤمن زكريا ومحمد صلاح، قلنا قد ايه الحقيقه الدعم المعنوي ده مؤمن زكريا محتاجه جدا، ربنا يشفيه ويرجع لنا بالف سلامه، اكيد محتاجه واكيد بتبقى لفته حلوه قوي. قلنا قد ايه لما محمد صلاح عمل ده كانت حاجه حلوه انه خلى كل الناس تسال هو محمد صلاح بيحتفل بالطريقه دي ليه، وفهموا ان في لاعب مصري بيمر بظروف صعبه ومحتاج كل الدعم طبعا. وطبعا النادي الاهلي مش مقصر سواء معنويا او ماديا في دعم اللاعب مؤمن زكريا، بس في الاول في الاخر برضو هو محمد صلاح ولاعب ومصري وفاهم الظروف. بس الحقيقه انه اللفته كمان لما تيجي من لاعب في الدوري الاردني يزن العرب في
فريق الوحدات الأردني، لما بعد ما يفوز فريقه في الدوري الأردني على فريق سحاب ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا، الحقيقة الواحد بيبقى مبسوط لما بيشوف حاجة زي دي، إنه بجد حاجة مهمة جدا وحاجة تفرح جدا، تفرحنا إحنا كمصريين وتفرح الحقيقة الروح الرياضية اللي إحنا شايفينها بين الأشقاء العرب بشكل عام. وأكيد مؤمن زكريا لما يشوف حاجة زي دي هيفرح جدا يا أحمد. الحقيقة صحيح. أنا لما شفت الصورة قلبي اتبسطت كده. هي دي الروح الرياضية بجد، هو ده الفير بلاي، هو ده يعني مع كامل التقدير والاحترام للأردن وأهل الأردن، هم شعب شقيق يعني، لكن في النهاية هنتكلم على حق لافتة إنسانية طبعا. فكرة أنه يبقى فيه رسالة بين اتنين، رسالة تضامن ودعم وتأييد بين اتنين ما قابلوش بعض وما يعرفوش بعض، قمة الروح الرياضية وقمة طبعاً. الإنسانية طبعا. كمان يا أحمد عايز أقولك أنه فريق الإعداد، فريق إعداد برنامج السادسة تواصل مع يزن العرب وعمل فيديو مخصوص بيدعم فيه مؤمن زكريا. تعالوا نشوف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اللاعب يزن العرب، لاعب نادي الوحدات الأردني، بحب أمسي على الشعب المصري وعلى جميع متابعين قناة الأهلي وعلى متابعين هذا البرنامج. طبعا احنا كلاعبين كرة قدم بنعرف الحالة النفسية اللي ممكن يمر فيها اللاعب في حال تعرض لإصابة أو مرض معين، وقررنا احنا نحتفل بطريقة الكابتن مؤمن زكريا ولو كانت يعني لفتة بسيطة ودعم معنوي لنا في مشواره في العلاج مع هذا المرض. نتمنى له الشفاء العاجل وإن شاء الله يا رب إنه بيرجع للملاعب بإذن الله تعالى. وشكرا لكم وألف مبروك لجمهور الأهلي الحصول على بطولة الدوري المصري. حاجة تفرح جدا وحاجة مشرفة جدا، نشوف زي ما قلنا لاعب لا هو قابل مؤمن زكريا قبل كده ولا لعبوا مع بعض ولا أي حاجة، ولما تيجي من لاعب غير مصري ونشوفه هو بيدعم مؤمن زكريا بالشكل ده ويعرف الناس أكتر بظروف مؤمن زكريا والناس كلها تتضامن، هو ده فعلا الروح الرياضية. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا في السادس. خلينا بقى في الأسماء اللي بجد، يعني انتوا طبعا سمعتوا أسماء فرقة كاملة في المفاوضات الأيام اللي فاتت، إشي مدافع وإشي مهاجم وإشي نص ملعب وإشي ارتكاز وإشي حتى حراس مرمى. خلينا نشوف فرقتنا النهاردة مين التشكيل المتوقع اللي هيبتدي اللقاء، والحقيقة النهاردة ده بنسبة 90% يعني إن شاء الله كابتن محمد شناوي حراسة المرمى، معاه ورا خط الدفاع محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، عمرو السولية وحمدي فتحي في نص الملعب، وهيكون قدامهم الشيخ وجونيور أجايي وكهربا، وقدام مروان محسن. ده يعني بنسبة 95% إن شاء الله التشكيل المتوقع النهاردة للنادي الأهلي. خليني أقول كمان يا أحمد أن مسؤولين في الأهلي أبلغوا المسؤولين في أنبي برفض تمديد إعارة محمد شريف، ورفضت كمان إدارة الأهلي عرض إماراتي جه للاعب خلال الفترة اللي فاتت، وده طبعا لأنه الفريق أكيد محتاج مجهود اللاعب في الموسم اللي جاي. أكد كمان جهاز الكرة بالنادي الأهلي لمحمد شريف أنه هو هيرجع للفريق قريب جدا بعد طبعا انتهاء الموسم الجاري، ولازم يغلق بقى يقفل الباب تماما قدام كل العروض اللي تلقاها مؤخرا من الخارج او من انبي طبعا لتمديد عقده. محمد شريف خامه محترمه جدا، عامل سيزون اكتر من رائع، تاني هدافي الدوري، مهاجم يمتلك كل مواصفات راس الحربه النموذجي، واتمنى ان شاء الله انه ياخد مساحه وياخد فرصه مع النادي الاهلي. اعتقد واحد من المهاجمين اللي هيفيدوا منتخب مصر في الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا، ونتمنى بس انه مع رجوع النادي الأهلي يحافظ على حالة التركيز وحالة الرغبة في إثبات الذات وحالة الرغبة في تطوير الفنش كمان بتاعه عالي جدا يا أحمد، يعني بيروح على الجون ما بيضيعش. في لعيبة كده زي ما كابتن ميمي الشربيني الله يرحمه كان بيقول مواليد منطقة الجزاء، يعني ده تشوفيه ده لعيب صندوق، ده جوه الصندوق اللي تحطيه ده من ربع فرصة ومن نص فرصة يخلص. اللاعب اللي عنده إحساس بالمكان، عارف يروح للكره فين ويقابلها امتى، اللاعب اللي ممكن وظهره للجون تلاقيه بيخلص، ده بيتميز بالسرعه، بيلعب وينج، يلعب مهاجم، ده نموذج لراس الحربه الحقيقه النموذجي يعني. خلينا كمان الحقيقه نروح للجنه الخماسيه في اتحاد الكره طبعا اللي بيترأسها عمرو الجنايني، قال انه في الفتره اللي جايه الاتحاد هيخاطب كل رموز الكره المصريه
عشان يبعتوا بعض من متعلقاتهم الشخصية أو الجوائز اللي حصلوا عليها طول مشوارهم عشان يتم وضعها في متحف بيتم تجهيزه حاليا في مشروع الهدف، زي ما حصل في عدد كبير جدا من الاتحادات الدولية اللي عندها متاحف خاصة. بنتكلم على طبعا الاتحادات الكبيرة اللي دولها ونجومها حققوا بطولات وإنجازات كبيرة جدا، بيتم اختيار متحف عشان تحط فيه البطولات والكؤوس اللي حصل عليها المنتخبات، وكمان أفضل الجوائز اللي حصل عليها رموز الرياضة في الرياضة يعني في كرة القدم على وجه التحديد. طبعا عندنا أسماء كبيرة جدا، رموز كتيرة جدا، أجيال مختلفة. بفتكر طبعا يعني إذا كان الجيل الحالي بيعتز جدا بمحمد صلاح كلاعب مصري فاز بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا، فأنا برجع لورا شوية بفتكر كابتن خطيب، واحد من أهم الحقيقة رموز الكرة المصرية وأول من فاز بالجائزة دي من الفرنس فوتبول. عندنا كابتن مصطفى عبده كمان أعتقد فاز بيها من الاتحاد الأفريقي. عندنا أجيال كتير، عندنا حسام حسن أحمد العميد حسن. أحمد حسن الصقر طبعا، حضري أحمد شوبير، كابتن شوبير وغير كابتن حسن شحاتة. أعتقد في رموز كتيرة جدا من الممكن الحقيقة إحنا إذا كنا بنتكلم على حالة تألق وحالة فوز بألقاب أحسن لاعب أحسن هداف تيشرت في بطولة معينة، أعتقد هيبقى متحف على أعلى مستوى لو ساهمت الحقيقة النجوم المصرية بمقتنياتها في المتحف ده. نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اهلا وسهلا بحضراتكم. هي غلطتي على فكره ان انا قلت على سبيل المثال لا الحصر، يعني الحقيقه انا اول بس ما جبت شويه جوائز اللعيبه المصريين فازوا بيها لقيت كل الناس في الاير بيس وفي الاستوديو وابو تريكه وبركات وابو تريكه وبركات. طبعا كابتن ابو تريكه وبركات فازوا بجائزه احسن لاعب افريقي على المستوى المحلي من البي بي سي وغيرهم. الحقيقه يعني طبعا احنا عندنا مشوار طويل جدا، مش عايز انسى حد من زمان جدا، واللعيبه المصريين الحقيقه في مختلف المجالات سواء على مع الانديه يعني او مع المنتخبات قدروا. احنا بنتكلم على اكبر عدد من الالقاب القاريه سواء على مستوى المنتخبات الوطنيه او على مستوى طبعا الانديه، هي الانديه المصريه، فبالتالي احنا عندنا ريكورد يعني عظيم صعب. ملوك افريقيا زي ما بيقولوا. صحيح. خليني كمان اطمن حضراتكم على علي لطفي حارس مرمى الاهلي اللي هيخضع لاجراء مسحه طبيه جديده للكشف عن فيروس كورونا خلال الساعات اللي جايه، وده طبعا رغم تحول عينته من ايجابيه لسلبيه مؤخرا، بس هيتم يعني خضوع لمسحه طبيه جديده. طبعا حضراتكم عارفين انه يمكن كان ياسر ابراهيم كمان وسيزا كانوا برضو مصابين بكورونا، بس الحمد لله تم الشفاء، ويمكن ياسر ابراهيم كمان رجع للتدريبات بشكل طبيعي جدا، يمكن لسه المدرب سيزا هو اللي عينته ايجابيه. طبعا شايفين حضراتكم ده وصول الاوتوبيس لعيبه طنطا والجهاز الفني بقياده كابتن رضا عبد العال. ورضا عبد العال ده على فكره حكايه وحدوته كبيره جدا، يعني اللي شاف يعني انا عارف انه في لعيبه كتيره جدا انتقلت من الاهلي للزمالك والعكس الصحيح، لعيبه انتقلت من الزمالك كان للاهلي. الرقم وقتها كبير قوي، انتقلوا من الزمالك للاهلي. كانت صفقه القرن ولو الذاكره ما خانتنيش انتقال 625000 جنيه لو الذاكره يعني ما خانتنيش، كان صفقه اللي هزت الحقيقه الوسط الكروي الرياضي. وبيتهيألي رضا عبد العال على مستوى الملعب يعني واحد من اكثر اللعيبه اللي كان الجمهور يعني كان فاكر فيه هتاف شهير جدا، رضا يا رضا الدلع يا رضا، ده كان يعني كان الجمهور بيحبه جدا الحقيقه. وما زال ما اعتقدش ان الجمهور الاهلي ابدا نسي لعيب ادى الفرقه او نزعل منه نشيل منه شويه، لكن ابدا ما بننساش ابدا يعني عمرنا الحقيقه ما بننسى حد ادى للنادي الاهلي. كان متالق مع النادي الاهلي الحقيقه. صحيح. يا احمد، بس ده الانتقال ده كان سنه كام؟ 98 مثلا؟ لا بيتهيألي 94 94 بيتهيألي 94. كنت انا بتولد يعني صغير. طيب خلينا نروح بقى للاخبار العالميه معانا النهارده، والحقيقه يمكن طبعا ده وصول النادي الاهلي وصلوا حاليا للملعب بالسلامه مستر فايلر وسيد كابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا الماسكات والتعقيم ودرجات الحراره الاجراءات الخلاص بقت جزء من حياتنا، مين كان يتخيل الحقيقه يعني. بس كويس يعني على قد ما كانت فتره صعبه على قد ما كان فيها كتير من الايجابيات وتعلمنا وتغيرت في ثقافتنا
حاجات كتير بتتفق جدا مع التشكيله المتوقعه اللي انت قلتها في اول الحلقه. انا بماتش زي ماتش طنطا يعني حتى كمان خدي بالك انت ماتش جاي عند الكاس ترسانة، فطبيعي النهارده في مساحه اكتر، في اريحيه في اختيار التشكيل، في تجربي زي ما انت عايزه، يعني في مساحه للحريه وراحه ارتياحيه كبيره جدا. مفيش ضغوط بقى ولا حسابات نقط ولا والماتش بسيط ولطيف، يعني عايزين كوره حلوه بالزبط. الناس عايزه تاخد 90 دقيقه رسمي تجرب نفسها وتزود نفسها. نروح لاسبانيا، نروح لسيميوني، ابتدي يلا. الحقيقه انه الارجنتيني دييغو سيميوني وانا بحبه جدا المدرب ده احمد، مدرب اتلتيكو مدريد، اكد ان صفقه لويس سواريز المهاجم لويس سواريز بتمنح الفريق المدريدي قوه هجوميه كبيره، وطبعا بتعزز من فرصته في التتويج بلقب الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا، طبعا بعد ما كان طبعا اتلتيكو مدريد قريب جدا من لقبين الموسم اللي فات. يمكن اكتر حاجه لفتت نظري في موضوع سواريز في المؤتمر الصحفي هو بيدمع يا احمد ان هو ماشي من برشلونه، وانه طبعا خطوه كويسه جدا، وانا متاكده ان سواريز هيقدم اداء كبير مع اتلتيكو مدريد، وهنشوف ده مع الوقت يعني هيطلع كلامي صح ولا غلط. لكن الحقيقه فكره الانتماء وان هو يبقى ماشي من برشلونه وهو متضايق جدا وما كانش نفسه ان ده يحصل الحقيقه، وانه زي ما قلنا قبل كده لما لاعب يبقى الهداف التاريخي الثالث في تاريخ برشلونه بيقول لهم طب انا ما عنديش مشكله اقعد دكه احتياطي بس اقعد، وبرده يبقى طبعا في يعني نظره للمدير الفني وليه فكر ويحترم يعني، بس فكره الانتماء بالشكل ده يا احمد انه هو ما يبقاش عايز يسيب الفريق لاخر لحظه بيدمع ان هو ماشي من بيته برشلونه، دي حاجه فعلا يعني تلمسنا قوي. بيبقى صعب على مشوار وبيبقى صعب على انتماء لكيان كبير زي برشلونه، زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي انتماء لكيان كبير جدا، وانك تقضي مشوار حياتك بين يعني جماهير وبين لاعبته وتحققي بطولات، بيبقى خطوه انك تتحركي للناس اللي بتقدر ده فعلا كبيره جدا وصعبه جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. يعني قبل بس ما نختم حلقتنا ويمكن هرجع ب يعني متابعي السادسه لخبر سواريز، وكان الكلام على فكره الانتماء. خدوا بال حضراتكم اتلتيكو مدريد يعتبر زي ريال مدريد يعني منافس كبير جدا للبارسا، وفكره انك تنتقلي من نادي يعني بصرف النظر عن الانتماء والمشوار والحب والارقام والبطولات والجو ده كله لغريم تقليدي، دي بتبقى نقله صعبه شويه يعني طبعاً. يعني بس مش سهله، هم اللي ارغموا على ده برضو يا احمد. وفي لقطه كمان في الموضوع ساره مرتبطه كمان بعلاقه، لانه يبدو انه الازمه الاخرانيه دي كشفت انه العلاقه بين ميسي وبين سواريز علاقه مميزه جدا، وحتى الرسائل انه فكره ميسي بيكلم انا مش عارف هفتقدك ازاي ومش عارف ازاي ممكن اواجهك. بس ده واضح من زمان فعلا يا احمد. ميسي وسواريز صحاب جدا، ويمكن الاداره كانت بتتعامل بشكل غلط مع ميسي في مشكلته الاخيره، وكمان مع سواريز زي ما قلنا الولد كان بيحاول يعمل كل حاجه علشان يفضل في الفريق، ومع ذلك خلاص الفريق مش مرحب بيه، واعتقد انه هيتالق جدا مع اتلتيكو مدريد يا احمد. صحيح. على كل الاحوال هنشوف سيزون يعني غريب الشكل وجديد من نوعه، اعتقد انه الليجا الاسبانيه هتظهر بشكل مختلف تماما عن الصوره اللي ظهرت بيها في السنوات الاخيره. هنتابع، وهنتابع طبعا فرقتنا بعد خلاص يمكن ساعه وشويه هيكون لقاء النادي الاهلي وطنطا في الدوري. كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي، ونبتدي مع حضراتكم ان شاء الله اسبوع جديد يكون موفق. نقابل حضراتكم بقى بكره انا وساره في حلقه جديده من السادسه.